السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم ولادي وبناتي وكل متابعينا على مصر التعليمية. أهلا بيكم حلقات جديدة من منهجنا، منهج الدراسات الاجتماعية، وبرنامجنا مدرسة أونلاين. كل ولادي اللي بيتابعونا يعني مبسوطة جدا اني معاكم، وان شاء الله منهجنا في الصف السادس الابتدائي مليان حاجات كتيرة جدا ومعلومات كتيرة جدا عن جغرافية وطبيعة البيئات المصرية. كل اللي عايزاه من حضراتكم يكون معانا كتاب المدرسة والعرض اللي بيتقدم في الحلقات من كتاب المدرسة، لأن ده يعتبر المصدر الرئيسي بتاعنا للعرض وللمعلومات. نقطة تانية، عايزاكم تكتبوا كل المعلومات اللي انتوا حابين ان انتوا تدونوها او تاخدوها بالموبايل كده صورة. خلينا نبدأ بسرعة درسنا، الدرس الأول في منهجنا البيئات المصرية. المرة اللي فاتت خدنا الدرس التمهيدي، وكان الدرس التمهيدي بيكلمني على معلومات بتعرفني خصائص وشكل البيئات المصرية بوجه عام، وعرفنا ان عندنا البيئات متكاملة وفيها تنوع وفيها تداخل. طب خلينا نبص كده عليها، وقلنا المرة اللي فاتت خصائص البيئات المصرية. اول حاجة كانت التنوع، وده بيقول ان احنا عندنا عدد كبير من البيئات زي البيئة الزراعية والبيئة الساحلية والبيئة الصناعية. كمان عندنا تداخل في البيئات. التداخل اللي كان في البيئات بيقول ان مفيش بيئة نقدر نفصلها عن البيئة الاخرى، كل البيئات متداخلة في بعضها. ممكن في قلب البيئة الزراعية ألاقي مصنع، فبالتالي يعتبر بيئة صناعية، وممكن في قلب البيئة الصحراوية ألاقي واحة، فالواحة دي تعتبر بيئة زراعية جوه البيئة الصحراوية. وأمثلة كثيرة، طول ما احنا شغالين في منهجنا هنلاقي ان البيئات طول الوقت متداخلة. حاجة تانية قلنا ان كان من خصائص البيئات المصرية التكامل، وهذا التكامل بيقول، او كلمة تكامل معناها ان كل البيئات بتتكامل مع بعضها البعض. احنا في المدينة بتجيلنا منتجات من البيئات الزراعية، كل الجمهورية بيجيلهم ملح واسماك من البيئات الساحلية، كلنا شغالين بطاقة جايلنا من الموارد اللي موجودة في الصحاري، مصادر الطاقة والمصادر المعدنية. اذا كل البيئات المصرية بيئات متكاملة. يبقى دي معلومة كده عن درسنا المرة اللي فاتت، الدرس التمهيدي. تعالوا بينا بقى نروح في رحلة ونتفرج على بيئة بشكل أكثر تركيزا. النهاردة بما إن إحنا مش هنقدر نشتغل ولا نقدر ننتج ولا نقدر نتحرك في مواصلات إلا لما نكون عندنا تغذية كويسة، والمسؤولة عن التغذية الكويسة هي البيئة الزراعية. ليه البيئة الزراعية؟ لأن البيئة الزراعية دي يعتبر المصدر الأول في تغذية كل البيئات. هنيجي نتكلم النهاردة على خصائص البيئة الزراعية. الدرس بتاعنا خصائص البيئة الزراعية، ده الدرس الأول في المنهج بتاعنا، بيقول لي إيه هي خصائص البيئة الزراعية. طب خليني أقول لكم، هل المصري القديم، ولادي بقى اللي كانوا معانا ومتابعينا في حلقات الصف الرابع، بدأ زراعة حديثا يعني، ولا بقاله سنين طويلة ومن ملايين السنوات مستقر وشغال بيه الزراعة؟ الحقيقة استقرار المصريين، أو استقر المصريين القدماء على وادي النيل، والمؤرخين والمؤرخ هيرودوت قال إن مصر هبة النيل. ليه؟ لأن المصريين من قديم الزمان بيشتغلوا وبيعملوا في الزراعة، فإذا هي مهنة يعني امتهنها المصري القديم، وكان السبب في تكوين حضارة تبهر العالم إلى الآن. يعني إحنا عندنا الزراعة دي على ضفتي النيل من ملايين السنوات. طب يعني إيه بيئة زراعية؟ خلينا نفكر كده، أنا هحتاج إيه وأنا بزرع؟ أول حاجة وأنا مغمضة هحتاج وفرة للمياه، وإذا أنا المياه موجودة عندي. هحتاج كمان تربة، والتربة الخصبة موجودة عندنا في مصر، وهنقول سبب خصوبتها أثناء رحلتنا في خصائص البيئة الزراعية. طب خلينا نشوف إيه هي البيئة الزراعية. أولا هي البيئة اللي بيتوافر بيها مقومات الزراعة، ومش عايزين نتخض من كلمة مقومات دي. كلمة مقومات يعني الحاجات اللي بتقوم قيام الزراعة، بتساعد في قيام زراعة. زي إيه؟ زي التربة الخصبة، وزي المياه،
وكل اللي بيرتبط بيها من أعمال، زي أعمال الحقول وأعمال تربية الحيوانات وأعمال الإنتاج الزراعي، حاجات كتيرة مرتبطة بالبيئة الزراعية. ولكن وإحنا مغمضين نبقى عارفين إنها البيئة اللي بيتوافر فيها مقومات الزراعة من تربة خصبة ومياه. حتى كمان التربة، لو تربة بتحتاج استصلاح، برضو المصري القديم اهتم جدا بتوسيع الرقعة الزراعية، وإلى الآن المصريين والحكومة والدولة بتوسع رقعة الزراعة عشان تستوعب الإنتاج وتزيد الإنتاج. بس خلينا عارفين التعريف ده كويس، لأنه ساعات بيجي لنا في بعض التعريفات والمصطلحات الجغرافية. حلوة أوي الصورة اللي موجودة دي، صورة لأرض زراعية أنا حطيتها لكم مع مفهوم البيئة الزراعية. وبيقول لي كمان إن مصر بتتنوع حسب الري. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني إحنا عندنا مصادر لري الزراعات، عدد من المصادر متنوعة، فبالتالي الزراعة عندنا في مصر بتتقسم أو بتتقسم كده وتتصنف على حسب مياه أو نوع الري اللي بيروي هذه الزراعات. أول حاجة عندنا حبيت أوريها لكم خريطة لمصرنا، ومن ولادي كده اللي بيتابعونا وخدوا في الخرائط واحنا بنشتغل للصف الرابع الابتدائي، بيشوف يا ترى الخريطة دي عليها ألوان ايه؟ دي عليها لون أخضر، موجود فين اللون الأخضر؟ موجود تحت كلمة الدلتا، وموجود على السواحل الشمالية، وموجود كمان بطول مجرى وادي نهر النيل العظيم، وموجود كمان تحت كلمة الفيوم. طب ركزوا بقى في الكلمات دي، لأنه بيقول لي إن الزراعة عندنا أول نوع منها زراعة مروية. زراعة مروية دي اللي بتعتمد على مياه نهر النيل. يعني إيه زراعة مروية؟ من اسمها هو، هي بتروى بمياه نهر النيل، تروى بمياه نهر النيل. وخلي بالكو إن مساحة كبيرة جدا من الأراضي الزراعية بتروى بمياه نهر النيل باستخدام عدد كده من المشروعات المائية هقول لكم عليها في درسنا. وبتوصل مساحة الأراضي اللي بتروى بمياه نهر النيل ل 8.5 مليون فدان. يا خبر، دي مساحة كبيرة. خدتوا بالكم من الخريطة إن أنا كان عندي الدلتا، وكان عندي الوادي، وكان عندي كمان منخفض الفيوم. ركزوا في النقاط دي عشان هنرجع لها تاني. يبقى الزراعة المروية هي اللي بتعتمد على مياه النيل، وبتصل مساحتها ل 8.5 مليون فدان. طب احنا عندنا الزراعة المروية في مصر 3 أماكن رئيسية. نفتكر كده الخريطة، وأنا كمان معايا خريطة هوريها لكم. الأماكن دي موجودة فين؟ في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم. تاني كده نعمل لها كده تيمة، أو يعني حاجة نحفظها بيها. الزراعة المروية في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم. وادي دلتا منخفض الفيوم بيروى بنهر بمياه نهر النيل، وبتصل مساحة الأراضي المزروعة فيهم ل 8.5 مليون فدان. وادي دلتا منخفض الفيوم، وهنقول كل جزء من الأجزاء دي بتتزرع فيه قد إيه من نسبة المساحة المزروعة في مصرنا الغالية. طب النوع التاني من الزراعة، احنا اتكلمنا ان في زراعة خلاص مروية. النوع التاني هو الزراعة المطرية. الزراعة المطرية من اسمها باينه، هي بتعتمد على الأمطار. طب احنا في مصر ما عندناش أمطار كتيرة يعني غزيرة للدرجة، فإذا بتسقط كمية أمطار بسيطة على السواحل الشمالية. بيجي هنا سؤال، في العرض بتاعنا بنقول ان تنتشر على الساحل الشمالي في البيئة الساحلية. ادي رمز اهو من مظاهر التداخل اللي بين البيئات. البيئة الساحلية بتقوم فيها الزراعة على المياه بتاعة الأمطار الشتوية. فاكرين لما شفنا الخريطة لقينا على الساحل الشمالي من فوق في شريط لونه أخضر، ده معناه إن ده سهل ساحلي. طيب لو جينا قلنا سؤال في الجزء ده، هنقول بما تفسر قيام الزراعة بالساحل الشمالي في البيئة الساحلية؟ ببساطة شديدة، لأنها بتعتمد على مياه الأمطار الشتوية اللي بتسقط على الساحل الشمالي.
خلينا فاكرين وننشط في معلوماتنا كده ان اسئله بما تفسر بتسال عن السبب، بتسال عن سبب المعلومه دي. طيب احنا كده خدنا نوعين من انواع الزراعه، المرويه والزراعه المطريه. طيب يا ترى الزراعه دي بتتم فين يا اولاد؟ انا هزرع الزراعات دي في اي مكان، ولكن هي احنا قلنا محتاجين تربه خصبه، في تعريف او مفهوم البيئه الزراعيه احنا محتاجين تربه خصبه ومياه نقدر نزرع بيها. طيب يا ترى التربه الخصبه دي هتيجي منين وجايه لنا اصلا منين، وايه سبب تكوينها عندنا على ضفاف نهر النيل؟ قال لك ان السهل الفيضي هو ده اللي متكون وفيه تربه خصبه شديده الخصوبه. طب يعني ايه سهل فيضي؟ كلمه السهل الفيضي من اسمه سهل، كلمه سهل يعني ارض مستويه ومنبسطه ما عليهاش اي ارتفاعات. كلمه ارض مستويه يعني سهل فيضي. طب بتتكون فين؟ موجوده فين؟ موجوده على جانبي النهر. احنا عندنا نهر النيل، طول ما هو ماشي هذا النهر العظيم بيجيب رواسب من منابعه. ايه الرواسب دي؟ لو احنا جبنا كوبايه ميه كده من النهر من غير اي فلتره او اي معالجه، هنلاقي فيها بعض الطمي كده عامل زي الطين الذائب. نهر النيل بقى صديقنا بيجيب هذه الرواسب الطينيه الخصبه طول ما هو ماشي من منابعه، ويجي عندنا في مصر هنا يرصبها على السهل الفيضي، فبتتكون بذلك التربه الخصبه. تاني تعريف السهل الفيضي هو ارض مستويه تتكون على جانبي الانهار من رواسب نهر النيل اللي بيحملها وينقلها من منابعه الى ان ترسو وتكون السهل الفيضي عندي في مصر. ادي صوره كمان عندنا لنهر النيل، صوره من بعيد كده وبيبين لي قد ايه التربه اللي حواليه تربه خصبه وكلها اراضي مزروعه زي ما انتم شايفين. طيب حلو قوي، احنا اتكلمنا على السهل الفيضي وكمان قلنا ان عندنا الدلتا وعندنا الوادي وعندنا نهر النيل. ادي الدلتا بتاعتنا، اوريكم الخريطه بتاعتنا وبعد كده نشوف وصفها بقى. احنا قلنا ان الزراعه المرويه في النهر وفي في وادي في الدلتا وفي نهر وادي نهر النيل وفي منخفض الفيوم. خلينا نشوف احنا عندنا دلوقتي الدلتا، يا ترى الدلتا السعيدة بتاعتنا دي موجودة فين؟ موجودة في شمال مصر على شكل مثلث مقلوب. قاعدة هذا المثلث على البحر المتوسط، ورأس المثلث موجودة عند شمال مدينة القاهرة. الدلتا الجميلة اللي أنا عرضت لكم الخريطة بتاعتنا دي بتاعتها لوحدها بيتزرع فيها 55% من جملة المساحة المزروعة في مصر، يعني مساحة كبيرة جدا. تخيلوا أكتر من نص المساحة، 55% من مساحة الأراضي الزراعية اللي موجودة في مصر بتزرع في الدلتا اللي هي بتروى بمياه نهر النيل. خلينا نبص كده على الدلتا ونأكد معلومة إن 55% من مساحة الأرض الزراعية الموجودة في مصر تزرع في الدلتا. طب الدلتا بتاعتنا دي أدي شكلها كمان مرة، عبارة عن مثلث مقلوب كده، السواحل القاعدة بتاعته على سواحل البحر المتوسط، وكمان بيقول لي ان القاعدة بتاعتها او رأس هذه المثلث عند شمال محافظة القاهرة. موجودة فين؟ موجودة في الشمال. معلوماتنا عنها ايه؟ انها تربة شديدة الخصوبة، متكونة بقى من الرواسب اللي جايبها نهر النيل طول مجراه، ورواسب خصبة جدا. فيها عدد كبير من المحافظات زي محافظات المنوفية والدقهلية وكفر الشيخ والشرقية والغربية ودمياط وبورسعيد والإسكندرية والقليوبية، بالإضافة إلى أجزاء شمالية كده من محافظة الجيزة. طب تعالوا بقى قولوا لي، أنت يا ميس قلت لنا إن الدلتا من الأراضي الخصبة، هل هي كلها بتصلح للزراعة؟ هل تجود الزراعة في كل مساحة الدلتا؟ الحقيقة في جزء صغير جدا لا تجود فيه الزراعة، ألا وهي الأطراف الشمالية للدلتا. يعني لو جالي حب يوقعني كده في سؤال
يقول لي الزراعة، تجود الزراعة في كل الدلتا أو في كل أجزاء الدلتا، هقول له الإجابة خاطئة، لا تجود الزراعة في الأطراف الشمالية للدلتا. طب لو حبينا نقول سؤال تاني أو إجابة هذا بما تفسر، يعني أنا جبتها لكم بصح وغلط، طب لو قال لي بما تفسر لا تجود الزراعة، هنقول بسبب ارتفاع نسبة الملوحة وكثرة المستنقعات. يعني إيه الكلام ده؟ طول ما احنا ماشيين بنهر النيل هو ماشي وبيصب في النهاية عند البحر المتوسط، بياخد طول السكة معاه نسبة كبيرة جدا من الأملاح، إلى جانب اقترابه من البحر بتزيد نسبة الملوحة في المية والملوحة في التربة كمان. وولادي اللي بيتابعونا من المحافظات الريفية عارفين كده الفلاحين الجمال بتوعنا إن لو نسبة الملح زادت في التربة لا تصلح للزراعة، بتبوظ الزرع. مش كده بس، وجود نهر النيل وصبه للمية بتاعته في البحر المتوسط بتعمل حاجة زي المستنقعات كده، زي البحيرات، بس طبعا مش كبيرة زي البحيرات ولكن أشبه بالبرك يا ولاد، يعني زي البركة كده. دي كثرة المستنقعات دي بتقضي على الزراعة اللي موجودة في هذه الأرض، يعني ملح ومستنقعات، فده بيؤدي إلى إن الأطراف الشمالية في الدلتا بس خلي بالكو لا يجود فيها أو لا تجود فيها الزراعة. ده الدلتا طلعت حكاية. طب ونشوف صورة تانية للدلتا من غير أي معلومات كده ولا معلومات الخرائط رسموها. آدي الدلتا بتاعتنا وآدي فرعي نهر النيل دمياط ورشيد، وبيصبوا بقى زي ما قلت لكم في البحر المتوسط. طيب الدلتا بس، لا ده احنا عندنا كمان وادي نهر النيل. الوادي يا شباب بيمتد من القاهرة إلى جنوب مصر إلى محافظة أسوان. طيب طولك يا وادي قد إيه؟ قال لك أنا طولي حوالي 1000 كيلو متر، أراضي فيضية على ضفافه طول الـ1000 كيلو متر. عشان تعرفوا إن لما قلت لكم في بداية درسنا إن مصر هبة النيل، دي حقيقة، لولا هذا النيل ولولا تكون السهل الفيضي لما تكونت هذه التربة الخصبة على مسار ومسافة 1000 كيلو متر. المساحة بتاعت الأراضي المزروعة في وادي نهر النيل 28% من الأراضي المزروعة، يبقى 55% مزروعة أو أرض مزروعة في الدلتا من جملة المساحة المزروعة في مصر، و 20% من جملة المساحة المزروعة في مصر في هذا الوادي الجميل اللي كل تربته خصبة، اللي زي ما قلت لكم بيمتد شمالا من القاهرة حتى أسوان، محافظة أسوان الجميلة في الجنوب. طيب احنا عندنا محافظات جوه وادي نهر النيل، وهذه المحافظات كلها برضو فيها طبعا سهل فيضي وفيها زراعات على ضفافها، زي محافظة أو محافظات الوادي زي محافظة الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر ومحافظة أسوان الجميلة. تالت حاجة عندنا أو تالت مكان عندنا، أدي خريطة للوادي نبص عليها بمحافظاتها. المكان التالت اللي قلناه إيه؟ إحنا قلنا وادي دلتا منخفض الفيوم، وأدي خريطة تانية يا ولاد بتبين لي الدلتا مع نهر النيل. وكمان هنيجي بقى للجميل الرائع منخفض الفيوم، بس خليني اقول لكم معلومه كده اسرائيليه تزود من معلوماتنا، ان نهر النيل بتاعنا ده موجوده فيه عدد من الجزر، في حوالي 600 جزيره، زي جزيره الوراق اللي هنا عندنا يعتبر في القاهره، وجزيره الزمالك، وجزيره اسمها جزيره دهب. هذه الجزر موجوده في مجرى نهر النيل. دي معلومة إثرائية لولادي، احنا اهتمينا طول الوقت ان تزودوا في معلوماتكم. ولو قلنا سؤال كده، مش احنا قلنا ان الدلتا موجودة عند محافظة القاهرة، رأس المثلث بتاعها عند محافظة القاهرة. طيب لو جالي سؤال وبيقول لي بما تفسر اذكر السبب تختفي الأراضي الزراعية في محافظة القاهرة، هنقول النتيجة ليه؟ بسبب الزحف العمراني. يعني ايه زحف عمراني؟ يعني الناس بتبني مباني كثيرة على الرقعة الزراعية، كل القاهرة تكاد تخلو من مناطق الزراعة. ليه؟ لأن الزحف العمراني عليها كبير جدا بسبب كثافتها السكانية. طبعا دي العاصمة وكل المصالح وكل الحاجات فيها، فالبشر عايشين فيها بشكل كبير.
وادي كمان خريطة جميلة لوادي نهر النيل، وهنقول على القناطر وعلى الترعة اللي موجودة فيه، بس لما يجي الجزء بتاعها في درسنا. هذا الرائع منخفض الفيوم. منخفض الفيوم ده بقى من أجمل الأماكن اللي موجودة في مصر، فعلا هو نموذج رائع من نماذج الطبيعة والخلق الإلهي. هو بيئة زراعية هايلة موجودة جوه بيئة صحراوية، لأنه موجود في الصحراء، ولكن بيصل مية نهر النيل عن طريق ترعة اسمها ترعة بحر يوسف. حلو قوي، هو أقرب المنخفضات الصحراوية لوادي النيل. موجود فين ومكانه فين؟ في الشمال الغربي، في الشمال الغربي من الوادي. طيب بتخش له مية نهر النيل منين؟ انت يا مس بتقولي لنا انه بيئة زراعية موجودة في بيئة صحراوية، ربنا سبحانه وتعالى بعت له كده ترعة جميلة اسمها ترعة بحر يوسف، بتوصل له المية العذبة من نهر النيل. من نهر النيل بتوصل له المية من ترعة بحر يوسف، وبتدخل له كمان تربة خصبة، بتدخل له كمان تربة ايه؟ خصبة. حلو جدا، هو نموذج فريد من نماذج الزراعة اللي موجودة في البيئة الصحراوية. يوجد في شماله منخفض اسمه منخفض منخفض بحيرة، في شمال المنخفض بحيرة اسمها بحيرة قارون. دي بحيرة شديدة الملوحة، فما بيستخدموهاش في الزراعة، ولكن نسبة الأملاح فيها عالية جدا، بيستخدموها الصيادين اللي موجودين في محافظة الفيوم لصيد الأسماك وللأعمال القائمة على المياه المالحة. كده احنا خدنا الثلاث أماكن الرئيسية، الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم. صورة جميلة للفيوم الجميلة المشهورة بالسواقي، وهنقول ليه هي مشهورة بالسواقي؟ لأنهم بيستخدموا هذه السواقي لرفع المية من المكان المنخفض إلى المكان الأعلى، لأن منخفض الفيوم طبيعته مختلفة في الزراعة، والسطح بتاعه مختلف، وده اللي هنعرفه دلوقتي في المقومات الطبيعية للزراعة والخصائص الطبيعية للبيئة الزراعية. ادي ترعة بحر يوسف، بصوا مدخلة المية للبحر لمنخفض الفيوم. وخلينا نتكلم بقى على الخصائص الطبيعية للبيئة الزراعية. ايه المقومات الطبيعية اللي موجودة عندنا؟ عندنا سطح، وعندنا مناخ، وعندنا مصادر للمية، وعندنا تربة، وعندنا نبات طبيعي وحيوان بري. السطح اللي موجود عندنا في معظم الوادي والدلتا بيتسم بالاستواء، في معظم الوادي والدلتا بيتسم بالاستواء، وبتوجد فيها مناطق مرتفعة، مما بيسهل قيام الزراعة في هذه الأماكن. يختلف عنهم منخفض الفيوم، هو الوحيد اللي الزراعة فيه بتقوم على شكل مدرجات، على شكل مدرجات، وزي ما قلت لكم بتستخدم السواقي لرفع المياه، مياه الري للأراضي الزراعية. وآدي صورتين، الصورة الأولى الوادي اللي الأرض فيه منبسطة، الصورة الثانية للمدرجات اللي موجودة في منخفض الفيوم. طب المناخ، احنا عندنا المناخ طول السنة معتدل بشكل عام، هو معتدل، ارتفاع بسيط في الصيف وارتفاع وانخفاض قليل في الشتاء. بيؤدي ذلك الى ايه؟ الى استمرارية الزراعة طول العام، وكمان في الشتاء الامطار اللي بتنزل بتساعد في الزراعة على السواحل الشمالية. احنا خلصنا كده نقطتين من النقاط الخاصة بالخصائص أو المقومات الطبيعية، نستكملهم إن شاء الله في الحصة اللي جاية. مستنياكم بأسئلتكم على الحلقة، وأتمنى ليكم طيب المتابعة، ونشوفكم في بقية دروسنا لولادي في الصف السادس الابتدائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.